استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم مع الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على إسهاماته وجهوده في تطوير العمل الحكومي من خلال توليه منصب نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبدوره الفاعل في الارتقاء بالأداء على صعيد بيئة العمل في المؤسسات الحكومية. إلى ذلك، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات أبناء البحرين في مسيرة العمل الوطني وبدورهم الفاعل في الاستجابة لبرامج التطوير والتنمية التي تتبناها الحكومة بهدف الارتقاء بالعمل وتجويد المنتج الخدمي الحكومي، مؤكدا سموه بأن الحكومة بالغة التقدير لهذه الإسهامات والتي تحفزها على خوض غمار التحدي مهما بلغت آفاقه، لإيمانها بأن ما تمتلكه من كوادر محبة للبذل والعطاء أكبر من أي تحدي. وقد رفع معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه وإسناده لتطوير بيئة العمل في الحكومة، مؤكدا أن توجيهات سموه تقف خلف كل إنجاز وتطور تحقق في الحكومة وفي الخدمة المدنية.